شفنا معناه اتاك كونتر ديفونس براتيكمون فريق المنافس ما خرجش براتيكمون شوط ثاني كامل من المناطق نتاعو الى رونفورسي معناه لاكس سنترال نتاعو براتيكمون وصل يلعب خمسه في مناطق الجزاء مالغري تو سا وصلنا للكاجمي اون با كونكريتيزي هذيك الكره اليوم خاصه في الشوط الاول بعد الهدف نتاع علي مرزوقي كنا اقرب تسجيل هدف ثاني في عديد مناسبات كره حسام الويتي كاش فارغ كره محمود بن صالح على القائم كرة شوات مي مالوروزمون وقت اللي ما تسجلش وما تنهيش المباراة نتاعك لادفرسير رجع كرة معناها ميتة جاب ضربة جزاء سي با لا فان دي موند فرحان برشا بالملاعبية اللي قاعدين يخدموا قاعدين يتحسنوا المباراة الأخرى ما يلزمناش نحطوا ضغط كبير على الملاعبية نعرفوا لي زوبجيكتيف نتاعنا كون ديما نقول حتى وقت الربح رانا عارفين روحنا شنو نحبوا ما يلزمناش نهبلوا ونبداو معناها نطلبوا في حاجات اليوم ضيعنا نقطتين كانوا في المتناول فارفوا ما تمشيش الكرة كيما مباراة اليوم عملنا كل شيء لك الكرة ما نجمناش معناها نخلقوها تو بالنسبة لنا احنا نكملوا نخدموا حتى اللي يجي الانتدابات باش نقوموا بالانتدابات اللازم فما تغييرات نجم تعملهم فما تغييرات ما تنجمش تعملهم فما كاليتي جوار تحكم فيك اليوم انا نعرف اللي ندوي وشوات ما نجموش يجيوا زوز مع بعض بالرغم اللي رتحنا ندوي نعرفوا الاسبوع كامل معناها كان موجوع وحابين نرتحوه في معناها اللي تعب برشا وعنده الام على مستوى الركبه بدينا بشوات معناها ما قصرش فرحان برشا بشوات كان معناها جوار دو فيكساسيون لعب بظهره مليح كان هو سبب في الهدف دخلنا من بعد ندوي باش نلعبوا بدوز اتاكون براتيكمون في اللاكس افيك دو جوار معناها دو كولور ولا دو زيلي اللي هما علي مرزوقي وحسام الواتي براتيكمون لعبنا باربعه خلقنا الفرص لكن ما سجلناش وقت اللي تبدا تدخل في البريسيبيتاسيون وتولي تلعب في الجو ديريكت تسهل على المنافس اللي وصل براتيكمون يلعب على خط 18 نتاعو مبروك المستقبل جابس النقطه بالنسبه لنا احنا حظ اوفر نخدموا على رواحنا ان يا با الفو بالنسبه لي انا نعرف لي زوبجيكتيف ونعرف معناها امكانيات الجروب نتاعنا نقطتين اللي ضيعناهم معناها يوجعوا لكن هذيك الكوره مطالبين باش نعاودوا نخدموا على رواحنا باش نجموا نحسنوا رواحنا.